بص، في حاجات كتيره حلوه جدا في الحكايه دي، وطبعا فيها حاجات مؤلمه انا عارفه، بس مبدئيا يعني في فرحانه ان احنا عرفنا عن حكايتك من بره، لان هم بره عندهم مصداقيه شويه، وزعلانه ان الحكايه ما طلعتش من هنا عشان احنا عندنا كسل شويه، فيعني دي تشيل دي. انور الكموني، ايه حكايتك دي يا انور؟ من اني من الاول خالص ولا من بعد المرض؟ هي حكايه طويله قوي، هي غريبه كلها شويه، غريبه صح؟ يعني انا يمكن ما كنتش متوقع ان انا همر بكل القصه دي خالص في حياتي. يعني انا كنت شاب زي اي حد عادي جدا، قررت رياضه متاخر، كل حاجه كانت ماشيه بشكل غير، يعني انت مش من وانت صغير من اللي هم بنشوفهم يبقوا مثلا باباهم ومامتهم ياخدوهم النادي ويتدربوا اللعبه فيطلعوا محترفين؟ لا، وانا كنت بحب العب كره قدم زي اي حد من الشباب عادي جدا في مدرستي مع اصحابي. لكن وانا عندي 21 سنه كنت قاعد مع واحد صاحبي بدا يحكي لي عن التنس ومش عارف ايه، فلقيت هو دي الشخصيه اللي انا بدور عليها. انا بحب 21 سنه، انا الشخص اللي بيحب الفايتر اللي بيحارب اللعبه دي. ف لقيت حلين، شيء مستحيل ان حد يبتدي في العمر دوت يمارس لعبه ويكون بطل او يلعب بشكل احترافي. والحل التاني، طب ده كان حاجه كان نفسي اكون فيها وحاسس ان انا اكون الشخص دوت، فقررت ان انا اكسر المستحيل. وكان شيء صعب في الاول، ان انت بتجي تتمرني 7 ساعات و8 ساعات والناس، بس يعني انا بقى في كليه ولا كنت فين بقى كنت في جامعه وقتها؟ كان عندي 21 سنه، كنت في جامعه كليه ماركتنج تسويق، ماركتنج كانت جامعه ام اس. فوقتها حاولت من جامعه امريكيه لجامعه ام اس اساسا اقدر اتفرغ للتنس. وبدات تواجهي انتقادات كتيره جدا، يعني ده بيحلم، ده كذا، ده اهلك كلهم كانوا متضايقين اكيد. يعني المشكله مش اهلي، في النادي كمان اللي انت بتتمرني فيه تحسي ان كل الناس باصه بنظره غريبه، يعني عايز يكون ايه ده؟ يعني ده خلاص، ده اللي في سنه ابطال خلاص، بيعتزلوا هو بيحلم يكون بطل. وقتها قررت ان اخد الريسك، وبعد يعني مناقشات مع اهلي، طب انا اسافر اسبانيا، هناك هيقتنعوا اكتر، هناك هيبقى في مصداقيه اكتر، هناك هيكون تدريب احسن. ورحت هناك وكان شيء صعب، ان قعدت اتمرن. اول ما رحت هناك واخدت الريسك طبعا، بدات اتمرن مع اطفال، فكان عشان ما فيش تعلمي حاجه قوي جديد، بيدربوك مع العيال الصغيرين ما عشان تتعلمي تنس. كان شيء طبعا صعب جدا انك تقبليه، يعني انا جاي من هنا عشان هنا عشان العب مع اطفال، فكان شيء صعب قوي. انا ابن ناس انا مش بتاع البهدله دي فكان شيء صعب قوي حتى عليا ان انا اقبله. بس طب عندي ارجع تاني يا جماعه، كنت بهزر، مش هينفع. فقعدت اتمرن 7 8 ساعات، وقلت في كل ما اسال حد يقول لي هو مستحيل، يعني انت بتفكر في حاجه صعبه قوي. فقلت اللي جه في بالي، طب انا ليه ما اكسرش المستحيل؟ ده اللي جه في بالي وقتها. بتمرن 7 8 ساعات لغايه ما اخدت في نادي الاسباني، كان اسمه ايليت، كان اسمه ايكواليت بتاع خوان كارلوس فيريرا، اخدت 120% قوه تدريب، انا بتمرن اكتر من الطبيعي. بداوا يلاحظوا ان انا موهوب زياده او بتعلم بسرعه جدا. وبعد كده رحت فرنسا بعد كده عشان يمكن الموضوع يكون اسرع شويه، ده لكل فينا الناس بقى الوقت. لغايه كان برضه من كل الناس بتنبهر بانضباطك وقوه تدريبك بس برضه الموضوع لسه. لغايه ما قابلت مدرب معين كان فرنسي جزائري الاصل، قال لي انا مقتنع انت ممكن تكسر المستحيل وانا معاك ومش هاخد اجر ونكسر المستحيل سوا. ده كان اول شيء بقى في حياتي. الراجل ده ايه اللي خلاه يعمل كده؟ شاف ان انت بتتحسني بشكل غير طبيعي، يعني ال4 5 شهور اللي بقيت فيهم لعب التنس ما يعادل 5 أو 6 سنين من حد يتعلم. وقال لك هدربك ببلاش؟ وفي اختلاف كبير قوي بانك انت تحلمي وانك تروحي لحلمك، يعني المجهود بلس الحلم او دريم الاثنين بيبقوا صعبين. لكن لو واحد حلم وقاعد في البيت مفيش مشكله، ممكن يغير حلمه بكره الصبح. مظبوط. لكن انا اتحركت الموضوع دوت وعملت فيه مجهود، فقررت اروح اسبانيا تاني اخد الريسك تاني، وبرضه يعني اقنع اهلي تاني، يا جماعه بص المره دي هتنفع ان شاء الله، وحاولوا اجل جامعتي. طب وانا عيني دي شويه، فروحت هناك قابلت، كانت اللحظه اللي كانت ظريفه ان انا قابلت فرناندو لونا اللي هو المدرب، كان ترتيبه 10 على العالم كلاعب ومن افضل المدربين العالميه. ده اللي كان بيتكلم في لا ده النادي الاخير، ده النادي الاخير. فقال لي انت بتلعب بقالك قد ايه؟ قلت له 6 شهور. قال لي مستحيل، انت اقل حاجه 5 6 سنين، انت لو 6 شهور ممكن تبقى معجزه في اللعبه دي. فقلت له والله لو لقيت لي صوره بلعب وانا صغير ولا حاجه تعالى حاسبني، مش هتلاقي حاجه خالص من الكلام ده. قال لي انت تالنت جدا، انا ما قابلتش في حياتي حد بالتالنت ده، او يعني انا همرنك وهتمرن مع اللعيبه البروفيشنال. طبعا كنت طول عمري ببص للملاعب البروفيشنال، امتى اليوم ده هيجي بقى والعب مع الناس البروفيشنال جاست نلعب. فبقيت اتمرن اكتر من الطبيعي، انت عارفه بقيت تمسكي تاني في حلمك ان انت ممكن تكسري مستحيل، حد صدق ان انت ممكن تكسري المستحيل. بقيت احس بالم في ظهري شويه، فجاه حصل، ما حبيتش اقول لحد ان في الم في ظهري، لغايه ما حصل قطع في العضله اليمين.
ان انا كنت خايف، عارفه بقى ايه، انا من الناس اللي انت هم خايف ده من شده التدريب يعني. وانا كمان انا من الناس الهارد وركر، او لو اتمرن بقوه قويه شويه، وفي ناس عارفه من الناس اللي اخذ بريك او راحه يقعد يأنب في نفسه، انا خدت راحه ليه؟ لا لسه اقدر اجي على نفسي شويه. وكنت خايف اقول لهم ان في الم، فيبتدوا ان هم يقللوا ساعات التدريب، يقللوا ساعات التدريب، لغايه ما حصل قطع في العضله اليمين، وقلت انا كل ما اقرب لحاجه حاجه تانية تبوظ. فاتمرنت على كورس شهرين تقريبا في مصر، ورجعت تاني بعدها. وكان بعض الدكاتره في اسبانيا، كان دكتور كوتورو قال لي انا شاكك ان يعني لو حصل التئام في العضله هترجع تاني، ما حصلش نسبه كبيره مش ترجع. فكل مره احس ان انا يعني مره مدرب يجي واسيبه، والتاني بعد كده يحصل في ظهري، لغايه ما رجعت بقيت اتمرن تاني معايا بروفيشنال، واخدت الوايلد كارد نلعب اول بطوله دوليه كانت برشلونه. وبدا حلمي يكون حقيقه، ان انا وصلت لنفس المستوى اللعيبه، ناقص خبره الماتشات بس، في سنتين العب مع لعيبه مصنفين وبروفيشنال في نفس الملعب، ونتدرب مع بعض ونبقى اصحاب. فرحت تاني بطوله دوليه، وانا رايح بقى مبسوط وبتمرن مع لعيبه اصحابي، ولعيبه البروفيشنال دايما بيبقى ليهم يعني عارفه، دايما بتمرن مع بعض قبل الماتشات، فبقيت زيهم. فكان شيء ظريف جدا. حسيت في تاني ماتش ان انا دايخ قوي. طب اول ماتش دايخ قوي خسرته مش اشكال، تاني ماتش دايخ خالص لغايه ما وقعت في الملعب، وقعت فعلا، بقيت اشوف الكوره اتنين تلاته عارفه، زي توقعت ممكن يكون اجهاد، ممكن يكون برد كده، زي الافلام كده لما يجيب لك يعني الحاجه تتدبلر وتبقى ثلاثة او اربعه، انا مش شايف الكوره. انا فعلا حسيت بكده، انا حتى في الماتش التاني الناس بتتفرج وانا بضرب الهوا، يعني لو شارب حاجه مش هعمل كده، انا بقيت مش شايف فعلا خالص، اللي بقيت احس بانعدام رؤيه كامل، وانا مجهد جدا فجاه. وكنت قبليها تعبان باربع خمس ايام، مجهد جدا طول الوقت، مش قادر. وقعت في الملعب يعني. وقعت في الملعب، فتوقعت ان هو اجهاد او برد. كنت في بطوله في مقدونيا في بلد اسمها سكوبيا وقتها. بدل ما ارجع على اسبانيا رجعت على مصر، قلت اعمل تشيك اب كده وبتاع، وعندي برد مش عايز يروح من جسمي، عارفه تحسي مجهد طول الوقت. مكسر. زي تعبان كده قوي. فرحت الدكتور انف واذن وحنجره، قال لي طب ما تعمل سي بي سي. فرحت انا ومامتي وقتها عملنا السي بي سي. الراجل طب بعدها بساعتين انا عايزه تاني عندي في يعني ناخد عينه ثانيه من السي بي سي، من عينه الدم يعني. فانا واقف، قال لي مامتي هو فين المريض؟ فقلت له هو واقف جنبي اهو. قال لها مستحيل، ده مفيش دم في جسمه. ايه؟ مفيش دم في جسمه، البلاتلتس والهيموجلوبين او المناعه مش موجود، قليلين جدا، الصفائح الدمويه تقريبا 15000. يعني مش بس الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء واطيه، لا، وكمان كله. الصفائح الدمويه قليله والكرات البيضاء قليله. كله مش موجود، على كله قليل. امال يبقى في ايه؟ ده ما هو النخاع العظمي توقف على العمل، احنا ما نعرفش. حصل فشل في النخاع، نفس خطوره او نفس التريتمنت بتاع الكانسر اللوكيميا الدم، بس تشخيصه مختلف يعني، بس النخاع توقف عن العمل، حصل فشل في النخاع، يعني النخاع ما بيصنعش دم، وقف خالص. فطبعا اللي هو لازم يتنقل له دم حالا، ولو جاله برد هيموت، والقصه دي. فروحنا كذا مستشفى، كله خايف ان هو يقبل الحاله، وكل واحد متوقع ان الحاله على سرير، وانا رايح على رجليا. فانا بسمع الكلام بقى كله بقى، يعني انا واقف معاهم، هم فاكرين ان انا من اهل المريض، من اهل المريض. ما اعرفش ان انا مريض. واحد يقول لي حالته خطر جدا قريبك ده، اقول له بجد حالته ايه بقى؟ انا عايز اعرف الموضوع. يقول لي ده مفيش دم في جسمه، واحنا مش عارفين، ده مفيش دم، مفيش مناعه، مفيش صفائح دمويه، ده لو اتلمس هيحصل له نزيف، ولو جاله برد زاد عليه هيموت. وده بقيت احس ان الموضوع بدا يبقى صعب. رحنا القصر العيني الفرنساوي وقتها، قرروا بقى عزلي تماما، ممنوع تحلق دقنك، ممنوع تحدي يزورك، ممنوع كل حاجه، ممنوع. وبداوا ينقلوا دم كل يوم. انت بني ادم لا عندك مناعه ولا عندك كرات دم حمراء ولا اي، يعني انت ولا اي حاجه. نهار ابيض. فجاه بس حولي من انسان رياضي للقصه دي. طبعا لغايه ما بداوا ياخدوا عينه من النخاع، انهم عايزين يعرفوا الحاله ايه، طب يعني عايزين يعرفوا الحاله نفسها ايه اللي عنده، ايه التشخيص اللي عنده. اسبوعين تقريبا لغايه ما اخذوا العينه، النتيجه طلعت ان في فشل في النخاع العظمي. طبعا احنا ما كناش عارفين يعني ايه فشل، يعني ايه فيلر في البون مارو، يعني ايه فيلر، يحصل فيلر في البون مارو انت مش عارفه هو ايه. وانا طبعا قاعد في عالم تاني خالص، متخيل الموضوع. طب يا جماعه القصه دي هنلاقي ايه عشان عايز ارجع العب؟ ده كل اللي في دماغي. طبعا انا مش حبي للعبه اللي مخليني اعمل كده او افكر في كده، انا حبي في اللعبه ان انت عايزه تعملي حاجه معينه. يعني انا مش حبي للتنس ان انا بحب لعب التنس، لا، الموضوع غير كده، اكبر من كده بكتير. انت حلمك ان انت تكوني حاجه كبيره في اللعبه دي لبلدك ولنفسك.